ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده في رمضان في البيت هنا على هوم سينما. النهارده رجعنا هنعمل ستيفلر رياكشن جديد، والمسلسل اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن هو مسلسل قصر النيل. بصراحه انا كنت عايز ااجل التريلر رياكشن شويه بتاع المسلسل ده، بحيث ان هو اوفيشال تريلر، عامه هو مش تيزر، هو اوفيشال تريلر. انا كنت عاوز ااجل شويه التريلر بتاع المسلسل ده علشان كنت حابب ان انا اخد معايا في السكة مسلسل تاني واعمل تريلر رياكشن معاه. يعني انا بصراحة ما بيني وما بينكو انا عجبتني فكرة ان انا اعمل تريلر رياكشن لي فيديوهين بدل من فيديو واحد، في فيديو يعني في فيديو واحد حابب ان انا اعمل اتنين تريلر رياكشن. بصراحة احسن ما اعمل تريلر رياكشن لفيديو واحد في تريلر واحد. انا عجباني الفكرة دي بصراحة ما بيني وما بينكو. لو تيزر ماشي. وبعد كده في الحلقة اللي فاتت عملت التريلر رياكشن، الأوفيشال تريلر رياكشن بتاع المداح وبنت السلطان، هما الاثنين أوفيشال تريلر. فقررت بصراحة ريحت دماغي وعملت التو تريلرز في فيديو واحد، وبصراحة أنا شايف إن الفكرة عجباني. التريلر بتاعنا النهاردة قصر النيل أنا كنت عايز أعمله بصراحة، وبعد كده متردده، قلت استنى شوية يمكن ينزل تريلر تاني، بس مع الأسف استنيت ومفيش أي تريلرز تانية نزلت، وقلت خلاص بقى اعمله. بقى هعمل ايه؟ مش هفضل قاعد مستني. واساسا التريلر بتاع المسلسل ده تقريبا على ما اعتقد نزل من يومين او من 3 ايام، فخلاص يعني التريلر نزل من بدري، فقلت خلاص يعني هفضل مستني، ما فيش حاجه هتنزل، فقلت اعمل التريلر رياكشن بتاعه حتى لو في حلقه واحده مش مشكله. مسلسل قصر النيل هو من تاليف محمد سليمان عبد المالك ومن اخراج خالد مرعي، ومعانا في فريق البطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، احمد خالد صالح، محمود البزاوي، صلاح عبد الله، احمد مجدي، مريم الخشت، عمرو السعيد. في كمية ناس كويسة بصراحة في المسلسل ده. من البوستر بتاع المسلسل معرفش ليه حسيته شوية ميال لجراند اوتيل، معرفش ليه، يعني من البوستر اللي انا شايفهم قدامي هنا حسوا شوية جراند اوتيل قبل ما اشوف التريلر حتى. الله اعلم، ممكن يكون التريلر حاجه تانية خالص، بس عارفين انتوا البوسترز بتاع الناس الكلاسيكيه او اللبس الكلاسيكي بتاع الناس القدام دول اهو، يعني انا حاسس يعني مديني نفس الايحاء بتاع جراند اوتيل، الله اعلم. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، الحمد لله الحمد لله ان هو اوفيشال تريلر علشان نديله نسبه ترقب على طول. انا بصراحه ما بيني وبينكم لو كان تيزر ما كنتش هتفرج عليه، كنت هستنى لحد ما ينزل تريلر تاني او تيزر تاني كنت هعمله مع بعض بصراحه. ما كنتش لو كان تيزر ما كنتش هعمله حلقه لوحدها بصراحه. يعني طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره، قصر النيل على هوم سينما. يلا بينا. كنت واخده جنب من الدنيا ومكبره دماغي من اي صراعات ومشاكل، بس فهمت انك لما بتسكتي بتبقي دعوة مفتوحة لكل انه يركب على ظهرك. شايفي هنا كبوت كبير وهو عيونه نار، كره اللي جواه ملوش حدود. بعلي كل املاكه هنا وبره. عارفة انك داخل القصر وحالفة تاخدي الطارق من ولاد السيوف. لازم كلنا اكشف ورقنا لبعضنا. وحضرتك فاهمه ان المستويات بين الناس ما عادتش زي الاول؟ عندك علم ان في ثوره قامت في البلد؟ اوعدك ان انا مش هيهدى لي بال ولا ارتاح الا لما اشربكم المر من كعانكم. مش هتنتصر علينا يا نبيل، ولو ده حصل هيبقى اخر يوم في عمري. خلي بالك من الكل يا فوزي، احنا مساكين بس يتخاف مننا. نايس بانش لاين في الاخر. واو، المسلسل على فكره شكله هيبقى حلو بصراحه، يعني مسلسل شكله هيبقى حلو. مفاجاه بالنسبه لي انا جماعه، انا من محبين دينا الشربيني يا جماعه، مسلسلاتها بصراحه بتعجبني. يعني انا مسلسل زي الشمس مثلا ده انا بصراحه عجبني فشخ، المسلسل اللي كان مع ريام عبد الغفور واحمد داوود، المسلسل ده كان حلو جدا جدا جدا. المسلسل بتاع السنة اللي فاتت بصراحة كان بايخ شوية، يعني مع الأسف كان بايخ شوية. كنت منتظر منه بصراحة
ان هو كان يبقى احسن من كده، بس ما دخلش دماغي بصراحه. يعني ابتدى ان هو برضو في الاول كان حلو، نفس حوار مسلسلات رمضان بتاع كل سنه، فاوله كان حلو، بعد كده للاسف ابتدى يبوخ واحده واحده قدام، فاتنفخت من الاخر من المسلسل. بس المسلسل ده شكله هيبقى حلو زي ما انا كنت متوقع، نفس الستايل بتاع جراند اوتيل، وهيبقى فيه بقى الزار انه هيبقى فيه ريفنج بقى في الموضوع وانتقام وبتاع، فلا شكله هيبقى مسلسل حلو. انا نسبه ترقبي للمسلسل ده 8/10. القصر النيل ما اعرفش برضو اذا كان هيبقى معانا في الليسته ولا لا، بس انا عجبني التريلر، اكون صريح معاكم، عجبني التريلر وعجبني الكاستيوم ديزاين وعجبني البرودكشن ديزاين وعجبني كمان الدايركتنج بصراحه. يعني خالد مرعي شكله عمل شغل حلو في المسلسل ده. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن مسلسل قصر النيل. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. شوفوا فيديوهات تانية قريب، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.